لنا إلا حل واحد. وما هو الحل؟ فلنكتب الرسالة. ويحك، ما الذي تفعله؟ اكتب: ولاية بنو قينقاع في الرابع من شباط الأول، رسالة من أنس بن تينة الناطق الرسمي والمكلف الإعلامي لقبيلة الشعب إلى الفاسق الفاجر المنافق اللعين الداعر الخبيث الساقط المارق الزنديق قزاحة أمير قبيلة الخرلمانيين. أما بعد، لعنة الآلهة عليكم، لعنة العزة وهبل على حملتكم الانتخابية، وحق آلهة الوايواي وحق آلهة الشيتا، نحن لن نحلبكم في الانتخابات، لن نشتري سلعكم ولن نتزوج منكم، وقد أعذر من أنذر، واللعنة عليكم إلى يوم الدين. انفوي. هل بعث الميساج؟ هل هم أونلين؟ صبرا يا ابنتينا، فإن لكونيكسيون ثقيلة. تبا لاتصالات قريش، فلتخبرني إذا خرجت الفيو في الرسالة. أريد صور الحملة الانتخابية في كل مكان، في الشجر والحجر يا كليب. اطمئن يا قزح. ما هذه الرسالة؟ إن ابنتين يعلن الحرب علينا. إني أشم رائحة الفوبروفيل. لا، إنه الكونت أوفيسيال. لا تقلق يا قزاحة، فلا شك أننا سوف نفوز في الانتخابات. ابعثوا رجالنا، أريد حملة على الانتخابات داخل سوق قبيلة الشعب. فليكن ذلك يا قزاحة، سأذبح 50 من الإبل من عندي، ويحي علي. 100 ناقة محملة بديادين الخمر، وسنسكر حتى نطيح مور، سنجعلها حفلة، حفلة لا خسارة فيها. امتى صباحا يا أمير قبيلتنا؟ أهلا بك يا ابنتينا. كيف حال السوق اليوم؟ إنها لا تندر بخير، فكل شيء مشتعل ثمنه. كل هذا بسبب التقشف الذي فرضه علينا المقوقس عظيم القب. لقد صير علينا الدعوة، لقد قشف لنا جدنا. وهذا الصراخ، ما الذي يحدث هناك؟ لا تقلق، إنهم قبيلة الحلابين يتزايدون على إحدى الجواري. حتى الجواري أصبحنا 100 دينار. منذ متى ندفع أكثر من 30 دينارا على جارية سوسيالة؟ لقد لهب السوق. قل لي، هل نافيغيت لي بورتابلا؟ نعم، هيا بنا نذهب إلى الدلالة. هذا هو الغلام صاحب البورتابل. إن هذه الماركة فيها ريزو ذو بأس شديد، ولكن لكاريتي ديماش تعبانة والباتري تسقط بسرعة. إنه ليس مفتوح، وفيه كثير من الليزوبسون يا حبيبنا. وهل آلهة الكايسبيرسكي تحميه من كل فيروس؟ نعم يا ما هو اسمك. بكم هذا الهاتف يا غلام؟ من عندي الشاري يا توانا. تعطيه لي 15 دينار؟ لقد ساوموني 30 دينارا ولم أبع. 30 دينار؟ إنها حبة شينوية وليست من المنزل وليست داخل الكرتون وبدون شرجور، وتقول لي 30 دينار؟ بئس السومة هذه يا غلام، فلنطلق رأسنا يا أمير. تبا، لقد بهدلتني مع ابنتينا. بقي في قلبي سؤال واحد يا غلام، عندما لعبنا مع تونس في كأس إفريقيا يا غلام، لماذا لم تخرج الكرة برأسك إلى التوش؟ لماذا بصيتها إلى الحارس وسجلوا علينا الهدف يا غلام؟ حملة ذات منفعة عامة. هذا المواطن مواطن فقير يعيش في الشارع ويأكل من الزبل مشربكة عليه، لا يعمل ولا يملك منزلا، يعيش في الرخص ويعاني من الحقرة، دائما مهموم، ولكنه راح ينوض لكي يسمع صوته. هو هو، وسيأتي لينتخب على الخرلمانيين لأنه يحب الوطن، فالانتخابات حق وواجب. خرجت تكلتك أمك، لا مكان لكم في قبيلة الشعب. فازي، ديجاج من هنا. تجرؤ على محاوزة مرسول قبيلة الخرلمانيين؟ أنت بهذا تشعلها حربا يا ابنتينا. لن تخلعوني،
لقد قرعتوها، إذا أردتم الحرب فسندق طبولها، ونحن لها واجدون، وإنا لها لمنتظرون، ولتخرجوا لنا شجعانكم. لله در الشاعر حينما قال: أنا الذي مكواني وفي وسط قبيلة الشابر ننعاني، أنا الذي رباني، أنا الذي رباني على الحنانة، وهذه كيوي وهذه بنانا. يريد حبة بلد شاب، يريد حبة بلد شاب، يريد حبة بلد شاب، يريد حبة بلد. هذا هو المال الذي طلبته، لأن جاء دورك في تدبير دعم حقيقي من عمق قبيلة الشعب. اليوم وغدا يا سيدي، فالشعب كله بين يديك. بلوتينا بلوتينا، آه يا دين الزح، لقد بعت نفسك أيها الخسيس. إنهم يخلصون جيدا يا ابنتينا. خلص يا عدو الآلهة. وأنت باسيل، أنت ومخوار أيها الخرلمعني، كيف لا وأنت تشتري الناس بالمال؟ أبناء قبيلة الشعب يحبوننا. ردها علي إن استطعت. أموالكم مردودة إليكم، نحن لا نشترى بالمال. هذه هدية فقط، نحن لم نركم منذ 5 سنوات. أين كانت هداياكم في هذه الأعوام العجاف؟ أنتم لا تأتون إلا في وقت المصلحة. كل ما في الأمر، خذ حكايتك واذهب لتلعب بعيدا. نحن لن نحلب الخرلمانيين، لا مكان لكم في قبيلتنا. سيبالابان تتسول الآن أصواتنا كالطلابين. ولكن هذه المرة الوضع مختلف. سيبالا ميمشوز، وأيدي الفرس والروم محيطة بنا، يجب أن تسمعوا صوتكم وتبارتيسيبيوا في بناء وطنكم. دائما سيدي واحد وأغنية واحدة تدور. يا أخي نحن تعبنا من البناء، ابن الوطن، وعندما تكملوا عيطوا لنا. ماذا ستخسرون؟ لن نريد منكم إلا أن تنتخبوا، وكل هذا في مصلحة وطننا. لن تحشوها لنا مرة أخرى بهذا الكلام. إذا انتخبنا على فاسدين وانتهازيين مثلكم فلن نكون الضحايا، بل شركاء معكم في جرائمكم. إذا لن تسمعوا صوتكم؟ لن تشاركوا في التغيير عبر الانتخابات؟ لا ثقة لنا فيكم، هذا خطأكم. أنتم عودتمون على الكذب، دائما تخرطون على الشعب. اسمعني جيدا يا ابن تينة، من لا ينتخب فلا حق له عندنا. وغير سيبرابان يحلم بسكن أبخ الانتخابات. نحن لم نعد نحلم، حتى أحلامنا قضيتم عليها. سنعطيك 1000 ناقة. تعتقد بأنك ستغرني بالمال؟ 100,000 ناقة. لن تشتريني بمالك؟ 1,000,000 ناقة يا أنس. 1,000,000؟ إنه 1,000,000,000 يا قوم. أكملها رجلة يا ابنتينا. رجلة؟ لن تشتريني بمالك؟ هذا آخر كلام عندكم؟ لن نحلبكم هذه المرة، إن لم تعودوا من حيث أتيتم فستنتهي عليكم مال وستتقاسون بالسيف. شلت أيديكم، ستدفعون الثمن غاليا أيها الشعب الرخيص. احشم على عرضك، لم تلده أمه من يتطاول عن أبناء الشعب هكذا. تالله لأذبحنك مثل البعير. في هذه الحالة لا عقد بيننا لنحميكم. منذ متى حميتمونا؟ دائما تفوطون وي، حلمي أن أراكم تفوطون نو مرة واحدة في حياتي. إذا لا تتكلوا علينا، ابتداء من اليوم لن نحفظ لكم حقوقكم. الله يحفظ حقوقنا وهو خير الحافظين. خير الحافظين. اذهبوا إلى الجحيم. إن الخرلمانيين يحتفلون بفوزهم في الانتخابات. تبا، كان من الأفضل لك لو قبلت أموالهم، لا كان عندك 1,000,000 ناقة. قل لي ماذا ربحت برجولتك هذه؟ قل لي ماذا ربحت؟ لقد ربحت الشعر، دواوين مدونة من الشعر. لم يبق لنا أن نقول لكم إلا شيئا واحد، فلتضغطوا علينا هنا وستخرج لكم باجة أخرى، ولتبنوا على قناتي على اليوتيوب حتى يصيركم كل جديد. فإن لم تفعلوا فاعلموا أن الخرلمانيين منعوكم.